مهم جدا نشارك الجماهير معانا، جماهير السوشيال ميديا، في أسئلة لحضرتك فممكن نشوفها وحضرتك تعلق عليها. اتفضل. ناخد الصور الأول باشمهندس، خلينا نروح للصور الأول قبل الفيديوهات. مين أفضل رئيس للنادي الأهلي؟ صلاح، كابتن صلاح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود طاهر، كابتن محمود الخطيب. شوف، ما انا مش من هواة دي عامله زي افضل لاعب. ما هو افضل لاعب كتير. كل واحد بطعمه وبمرحلته، لكن نقدر نقول ان في رواد. صالح سليم كان رائدا. تحب الكابتن صالح انت؟ انا اتاثرت بيه جدا. وهو طب خليني اخرج بره الصوره واسالك سؤال مهم جدا. افضل لحظه في حياتك بتعتبرها لما اخذت نادي القرن وكابتن صالح اخذك معاه؟ مؤكد، لان انا كنت وقتها مدير نادي الجزيره، فلقيت كنتش في مكالمه، الاهلي. ما كنتش في الاهلي، وطلعت اشاعات كتير جدا ده صالح سليم اللي مشاه وبتاع وكلام من ده. فلقيت الكابتن صالح سليم، لان هو كان يتمنى، قالها لي يعني، كنت استنى ونمشي سوا، فاضل سنتين وكان هيخلص يعني، وكان بس هو ما طلبهاش مني. هو الكابتن صالح تقدم له استقاله ما يناقشكش، اتفضل. بس بعد ما قبلها قال لي ما كنتش عارف تستنى شويه. ايوه. وكان عندي اسباب ما رضيتش اقولها له ساعتها، لانها كانت تعمل مشكله. انما فهو كلمني قال لي تعالى لي، رحت قال لي، لقيت بقى اوضه الكابتن محرم، الدنيا مقلوبه، حاج تنسيب عواري والكابتن حسن حمدي وشله. قال لي مبروك، خدنا لقب نادي القرن. واعتقد انه قال لي كده لان انا احنا كنا بنعتذر عن المشاركه بعد 94، فانا قلت له، فجت بعد سنتين جالنا جواب احنا نشارك في البطوله الافريقيه، فقال اعتذر يا عدلي. كنت انا مدير النادي، قلت له لا، عايز اقول حاجه يا كابتن. وكان قاعد الاستاذ مصطفى فهمي اللي بيتهموه انه بيجامل الاهلي. ما هو لو كان بيجامل الاهلي ما كانش وافق ان احنا اصلا ما نشاركش يعني. فقلت له خطر السنه دي لمشاركنا. قال لي خطر على ايه؟ قلت له ده في تصنيف للانديه على السنين اللي فاتت من افضل نادي في القرن، والاهلي متصدر، بس الزمالك قرب مننا لما اعتذرنا السنتين او ثلاثه اللي فاتوا دول، فلازم نشارك. فقال له ايه يا مصطفى؟ قال له ايوه في تصنيف، ودلوقتي البطوله اتغيرت وبقت فيها جوائز، ويعني وشرحنا له البتاع، فخدنا قرار ان احنا هنشارك بفرقتين، فرقه تلعب البطوله العربيه وفرقه تلعب البطوله الافريقيه، اللي كان الصبح بنلعب قدام البن الاثيوبي وبالليل هنلعب في تونس نهائي البطوله العربيه. جاب في سمير كمونه الهدف ده، انا متذكر. فانا عايز اقول لك يعني، فالكابتن صالح رب يبدو انه افتكرها لي. فلما قال لي تعالى، قال لي انا مسافر استلم الجائزه دي. وانا عايزك معايا. خدني انا معاه الوحيد من النادي الاهلي، كان معانا الكابتن الخطيب كمان رايح يتكرم كرمز من الرموز، من افضل لعيب القاره في العقد في العقود الماضيه يعني. فانا هو كابتن الخطيب، فطبعا ايه الشرف ده؟ بالظبط. وخلاص بقى مش محتاج عشان كده بتعتبرها من اهم لحظات حياتك الدكتوراه بتاعنا. ماشي.